بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، إخوة الأحبة، جئتكم لأبشركم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور هذا الدين كما بشر به القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت وبر ولا مدر إلا دخل فيه الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرياته كلها نبوءات وكلها وحي يوحى. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سوف تفتح رومية والقسطنطينية. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: القسطنطينية أولا أم رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: القسطنطينية بلد هرقل. وقد تم تحقيق النصف أو الشطر الأول من هذه النبوءة، ففتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح العثماني، وهي التي كانت تسمى بالآستانة، عاصمة الخلافة العثمانية، ثم بدلت إلى كلمة إسلام بول، يعني مدينة الإسلام، والآن مشهورة بأنها مدينة إسطنبول. هذه المدينة موجودة نصفها في قارة آسيا ونصفها في قارة أوروبا. اللي يروح هناك ويركب هناك مركب يتفسح يلاقي نفسه بين القارتين، وفيها مسجد اسمه توبكابي، فيها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيها غرفة اسمها غرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها سيوف الخلفاء، ومنها سيف علي رضي الله عنه وسيف خالد، وفيها آثار من آثار النبوة ومن آثار الصحابة. وفي مواقع توبكابي هناك مسجد آيا صوفيا، وفي مقابلها مسجد أحمد. المهم، هذا ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سوف تفتح القسطنطينية وإيه؟ ورومية. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فسوف يكون. والله الذي لا إله إلا هو، سوف تفتح رومية، كما أن بلد هرقل، وكانت معقل الأرثوذكس، فبلد الفاتيكان معقل الكاثوليك، والله الذي لا إله إلا هو سوف تفتح وسوف يدخلها الإسلام. وعندما أذكر لكم بعضا من أحوال العالم الآن تعجبون. يعني في بلد مثل سويسرا في السبعينات، يعني 1970، كان عدد المسلمين بها 20,000، في 1990 وصل العدد إلى 100,000، في 2008 وصل العدد إلى 250,000، من 20,000 ل100,000، يعني 5 مرات وبعدين 2.5 مرات. تعال شوف بريطانيا في عام 2004 عدد المسلمين فيها كان 1,870,000، 1,870,000، وصل عدد المسلمين عام 2008 ل2,400,000، يعني كم زاد العدد؟ زاد 530,000 من رقم 1,800,000، يعني فوق من 25%. أمريكا في الستينات وأوائل السبعينات عدد المسلمين لم يكن يتجاوز 200,000. عدد المسلمين في أمريكا الآن 9 مليون، ويتوقعون أن يصل العدد في عام 2030 إلى 50 مليون مسلم بفضل الله عز وجل. في أوروبا عدد المسلمين مع نهايات الحرب العالمية الثانية ومع الهجرة
العدد لم يصل إلى ربع أو نصف مليون في أوائل الستينات. الآن عدد المسلمين في أوروبا 52 مليون، وهم في إحصائياتهم يقولون أنه لو كان هذا المعدل سوف يستمر بهذه الطريقة للأسباب الثلاثة الآتية، وهي تحول الكفار إلى الإسلام، وإنجاب المسلمين الذي لا يقارن بإنجاب الكفار الذين لا ينجبون بل يتناقصون لأنهم لا يحبون بناء أسرة ولا يعترفون بالأسرة أساسا، وحياتهم كلها كما ترون من نكد ومن المثلية ومن عدم الرغبة في الإنجاب وغير ذلك. وأيضا بسبب الهجرة، الإسلام في أوروبا عدد المسلمين، عدد القارة كلها 750 مليون، فيها 50 مليون غير تركيا، تركيا لوحدها 60 مليون. فتخيل لو استثنيت تركيا وشفت دول الاتحاد الأوروبي فقط فيها 52 مليون مسلم، بعد 20 سنة هم يقولون أن العدد سوف يتضاعف ويصبح 104 مليون. فيعني الأمر بالنسبة لهم يمثل مشكلة، ولذا بدأوا يسمون ما يسمى بالإسلاموفوبيا اللي هو الخوف من الإسلام. في هولندا وفي بلجيكا عدد المسلمين لا يتجاوز النسبة 10%، لكن عدد مواليد المسلمين في السنة نسبتهم تساوي 50% من مجموع المواليد. لو نظرت إلى ألمانيا في عام 2003-2004 كان دخول الناس في الإسلام ما بين 3000 إلى 5000. من 2007 تزايد عدد الناس في الدخول في الإسلام ووصل العدد إلى 14000 في السنة. لو أحكي لكم كيف ينتشر الإسلام تعجبون. أنا كنت في الكونغو في الفترة من 2006 ل 18 6، وألقى الأستاذ الدكتور أحمد القريعي محاضرة في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وركز على الإعجاز الطبي، وكان المحاضرة بتترجم باللغة الفرنسية لغة القوم العلمية هناك. بعد انتهاء المحاضرة قام على المنصة وأعلن 7 من طلبة كلية الطب الإسلام دخلوا في الإسلام، وقالوا لا يمكن أن يكون هذا القرآن من عند بشر، ومن باب ومن ثم لا يمكن أن يكون الذي أتى به إلا رسول من عند الله طالما أن هذا هو كتاب الله. 7 كان لهم أصدقاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أسلم منهم 2 وجلسنا معهم وكانت لهم صداقات، فأتوا إلينا 120 طالب أعطاناهم محاضرات في الإسلام ولماذا الإسلام، فعجبوا لأنهم قالوا ما سمعنا بهذا الكلام من قبل. أمثلة بسيطة جدا، نسألهم نحن في أي عام؟ يقول نحن في عام 2011. نقول ماذا يعني 2011 في أذانكم؟ يقول يعني 2011 سنة منذ ميلاد المسيح. نقول طيب منذ 2020 سنة، يعني قبل ميلاد المسيح بتسع سنوات، أين كان المسيح؟ هم يجيبون ببساطة لم يكن موجودا. فنسألهم كيف تعبدون إلها من عدم؟ لم يكن موجودا، إله لم يكن موجودا، كيف تعبدون إلها كان غير موجود؟ عجيب. ثم نسألهم ثم ولد؟ قالوا نعم. أنتم تتأكدون أنه خرج من بطن أمه؟ قالوا نعم. تعبدون إلها خرج من رحم أمه حتى لو ولد بمعجزة وكان يحبو؟ نعم. وكان يحتاج إلى أمي؟ نعم. إله يحتاج إلى مخلوق؟ ثم كبر؟ نعم. يعني كان صغيرا وكان ينمو؟ إله ينمو؟ إله يأكل ويشرب؟ إله يذهب ليخرج فضلات الطعام؟ أي إله هذا؟ يقول أنتم أصبتونا بصدمة كهربية لا نفيق منها. المهم الحمد لله 7 كل يوم عم نزيم نكون بنصطاد عصافير بفضل الله. قبل سفرنا بيوم كان العدد وصل إلى 26 طالب، إن شاء الله هنبتعث منهم 3 يعيشوا معانا الجو الإيماني هنا في رمضان، يستمعون القرآن ويعيشوا على موائد يعني القرآن موائد الرحمن، ويتربوا بإذن الله على القرآن واللغة العربية حتى يعودوا إن شاء الله دعاه إلى الله عز وجل. ذهبنا إلى مكان كان معنا الدكتور أحمد، ما شاء الله معنا كميات أدوية يعني لا يمكن أن تخرج منها من المطار،
قانون ان الدواء نفسه مدعوم والجمرك لهم حق. وقال لهم والله ما خرجنا الا لله ولانقاذ هؤلاء من الضلال وايضا لمصر، لان دي دوله من دول حوض النيل، واحنا ان شاء الله رايحين لنعيد هذا الدفء بيننا. دي بلد اسمه راجل مشهور اسمه باتريس لومومبا، كان راجل مكافح، ولما اغتيل بسبب دعوتي الى التحرر مصر الحمد لله هي اللي آوت زوجته واهله، والى الان يذكروا هذا الجميل. ولاجل ذلك بفضل الله استقبلنا الممثل الشخصي لرئيس الجمهوريه، وقام باستقبالنا وزير الشؤون الاجتماعيه والانسانيه، وفتحوا لنا القنوات الرئيسيه زي ما سبيروا، واعطيت محاضره عن الاحسان وعن الاسلام، هذا هو الاسلام، وتوالت المكالمات منها من القنصل والسفير، ودعانا الى مقابلته وقال والله لقد صنعتم ما لم نصنعه. والعالم اللي هم البكاشه دي اللي راحت اوغندا وراحت اثيوبيا جماع اياهم دول وقالوا مش عارف الدبلوماسيه الشعبيه، والله ما صنعوا شيئا. دكتور احمد عالج وكشف على 1100 مريض، واخدين معانا الدواء كان هيمنع، قلنا لهم الدواء عايزين تاخدوه خدوه، لكن ده رايح للفقراء وفقراء المسلمين وغير المسلمين، ما فرقناش بينهم هناك، وهذا كان سبب لاسلام كثير من هؤلاء النصارى. والحمد لله وانا اعطي محاضره هناك والدكتور بيعالج واهل الخير بيدوهم الرز، واحنا عمالين نديهم الايه؟ القران. والله اقرا عليهم ايه الكرسي واجتهد في قراءتها واسالهم، انتم لا تفهمون العربيه، لكن ما الذي وقع في قلوبكم عندما قرات عليكم؟ قالوا هذا كلام ليس من كلام البشر، وهذا الذي تقوله كانك تصف صفه لاله عظيم له من صفات الجلال والجمال ما فيه. أقول لهم والله إنها صفة الله عز وجل وفيها اسم الله الأعظم، إنه تسمى بآية الكرسي. وقرأنا عليهم القرآن ودعوناهم للإسلام، فقام حوالي 7 أو 8، قلت من يحب أن يعلن الإسلام؟ فقاموا وأعلنوا. وجئت في اليوم التالي، هذا الرجل أحدهم الذي جاء إليه مسرعا أتى إلي وقال كلمت أمي وكلمت زوجتي وكلمت أبناء الستة، فأسلمت أمي وزوجتي وأسلم 5 من أبنائي. 7 أسلموا على يدي واحد أسلم بعد أقل من 24 ساعة. سألت يا ابني ليه؟ لماذا أسرعت إلي أولا لتعلن الإسلام، ولماذا أسرعت إلى أهلك؟ قال أمي، أم زوجتي كانت مسلمة، وأنا جدي كان مسلما، ونحن عدنا إلى أصلنا، ولما سمعنا رأينا أنك تحرك ما في دواخلنا وأن هذه الجذور متأصلة، غير أنهم خدعونا، خدعونا هؤلاء المنصرون والذين يسموا بالمبشرين بالدواء والطعام، وكانوا يجبرونهم على التنصر حتى يدخلوا المدارس، ما حدش يدخل المدرسة إلا من خلال الكنيسة، وكانت الحملات الشديدة من خلال الاحتلال البلجيكي في المناطق المسلمة، وتمت إبادة فوق من 5 مليون مسلم في منطقة شمال شرق الكونغو على حدود رواندا وبوروندي وأوغندا. لكن الأمر الآن يختلف تماما بفضل الله. بماذا أبشركم؟ الآن لنا يعني شباب الحمد لله مثلكم في ملاوي وفي أوغندا، وفي واحد ماشي الأسبوع ده بفضل الله غانا، واحد ماشي بعد أسبوعين النمسا، بنبعت العشرات باسم الدعوة من خلال هذا الشباب المصري العظيم. وإن شاء الله سوف يعود للأزهر دوره. قابلت 4 من الأزهر وقابلت السفير، قال لي الأزهر عنده استعداد يبعت العشرات لأي حد. كلمت المدارس هناك وطلبت منهم اللي طلبات اللي عايزينها، واديتهم تليفون السفير عشان لو عايزين أي حد لغة عربية أو قرآن. فإن شاء الله يعود للأزهر دوره ويعود لشباب الإسلام، ولابد أن ننظر إلى هذا الدين كما بيّن الله عز وجل أنه دين عالمي، دين خصائصه ليست كأي دين، فهو دين رباني المصدر، هو دين شامل،
وهو دين عام وهو دين كامل، هو نعمة الله عز وجل التامة، هو دين الله الكامل، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين ارتضاه الله عز وجل لعباده، ولا يقبل الله من أحد سواه. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه دين إبراهيم، إنه دين التوحيد، إنه دين العدل، دين الحرية، دين المساواة، دين الفطرة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدين أيها الإخوة الأحبة هو دين هذا القرن، والدين ظاهر. ولو تقرأ في سورة التوبة وتقرأ في سورة الصف ترى أن المكائد من خلال هذين العدوين العالميين، هذا المخطط وهذا النموذج الصليب العالمي والصهيون العالمي. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسوح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه قضيتهم وهذه دعوتهم، دعوة للشرك ودعوة لعبادة المخلوق ودعوة للتحريف في الأحكام، بحيث يجعلون ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله من خلال هؤلاء الأحبار والرهبان. ماذا قال الله بعدها؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأن لإنسان أن يطفئ نور الشمس فما بالك بنور الله؟ أن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. وهذه دعوة لكل مسلم، أنه لن يكون ظهور لهذا الدين إلا بالعلم والعمل معا، إلا بمعرفة الحق واتباعه، كما ندعو في هذا الدعاء المشهور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فلا بد بعد رؤية الحق أن نتبع الحق. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إلى مراتب الجهاد الأربعة ليقوم بهذا الدين وليقيم هذا الدين في نفسه وليدعو إليه. أولها معرفة الحق، ثانيها اتباع الحق، ثالثها الدعوة إلى الحق، رابعها الصبر عند المعرفة وعند العلم وعند الدعوة. هذه هي مهام المسلم الأربعة. المهمة الأولى العلم بالإسلام، المهمة الثانية العمل بالإسلام، المهمة الثالثة العمل للإسلام، المهمة الرابعة الصبر عندما أعلم، والصبر عندما أعمل، والصبر عندما أدعو. وبهذه الثلاثة أو بهذه الأربعة أنجو من الخسران، كما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان كله في خسر، والحمد لله إن ربنا قال إلا، لأن اللي بعد إلا هيبقى عكس خسر يبقى مكسب، وعكس خسر ما يبقاش خسران يبقى فوز إن شاء الله وفلاح ونجاح بإذن الله عز وجل. من هؤلاء الذين استثناهم الله من الخسران؟ إنهم الذين اكتملت فيهم القوة العلمية والقوة العملية، اكتملت قوتهم العلمية والعملية بآمنوا وعملوا الصالحات، هذا كمالهم في أنفسهم. ثم كمل بهم غيرهم بتواصوا بالحق
ثم أحاطوا هذا بسياج عظيم وهو سياج الصبر، وتواصوا بالصبر. لا أدري ماذا أقول، ولكن الوقت يجري وأنا عندي ندوة في المعمورة، المفروض أتحرك بعد 5 دقائق، فمعلش بقى المشايخ يكملوا الشيخنا الإمام وبقية المشايخ. لكن عايز أقول لكم يا إخوانا، الدعوة يا إخوانا إلى الله عز وجل هذه دليل حبك للنبي، دليل اتباعك للنبي. ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، هذا هو طريقي، هذا هو منهجي. ما هو سبيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو سبيل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه سبيلي. ما هي؟ أدعو إلى الله. لوحدك يا سيدنا النبي على بصيرة، أولا الدعوة تكون على علم، على بينة، على معرفة، وهذه أهم صفة من صفات الدعاء، ومعها صفتان ذكرهما مولانا الشيخ الإمام: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم إيه؟ مهتدون. أهم صفتين بعد هذه الصفة، لازم الداعي إلى الله يكون على علم يدعو، يكون على بصيرة، يكون على بينة، يكون على معرفة، ويكون متجردا. قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، الأجر على الله وحده سبحانه وتعالى، وهم مهتدون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. فهذه أهم 3 صفات في الدعاء، لا بد أن يكون عالما بما يأمر وعالما بما ينهى، لا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون رحيما، ولا بد أن يكون رفيقا، ولا بد أن يكون فقيها، ولا بد أن يكون متجردا، يعمل لله، لا يسأل من الناس: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن الوقت بيجري، لكن لازم الدعاء يشتغلوا، ولازم الناس تعمل لله، ويكفي أن تكون يا من تريد أن تقول: أنا في طريق النبي، هذه سبيلي، أدعو إلى الله. مين؟ ها؟ على بصيرتي. مين؟ أنا. لوحدك يا نبي؟ لا، قال ومن إيه؟ اتبعني. والنبي قال للعلماء إيه؟ ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا إيه؟ دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ إيه؟ بحظ وافر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تبلغ هذا الدين، فقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: الدال على الخير كفاعله. وقال: من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبع، من غير أن إيه؟ ينقص من أجرهم شيئا. الأمر هذا من الله عز وجل، الآيات والأحاديث كثيرة. هذه سبيلي، أدعو إلى الله، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فيا من تدعي اتباعك لرسول الله، ليس هناك دليل على ذلك إلا بأن تقوم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما قام به الرسول، وهو أن تدعو إلى الله: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وخذ هذه البشرى يا من تتبع رسول الله بقيامك بواجب الدعوة إلى الله. اسمع إلى قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله. زعم الكثير أن الله يحبهم وأنهم يحبون الله، حتى اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. نزل قوله تعالى ليبين الحقيقة وليظهر بيانا واضحا على كل من يدعي أن يأتي بالبينة، البينة على من ادعى. قل إن كنتم تحبون الله، يا من تزعمون حب الله، إن جميع الأبواب إلى حب الله مغلقة إلا بابا واحدا، وهو باب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا من تدعون حب الله، إن الطرق إلى حب الله عز وجل موصلة إلا طريقا واحدا، هو طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، هذا هو الشرط، وجوابه: فاتبعوني.
وأثره ونتيجته وفضله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لن يحبنا الله عز وجل إلا إذا اتبعنا رسول الله، ولن ندلل على اتباعنا لرسول الله إلا إذا قمنا بواجب الدعوة إلى الله. من هنا كان عنوان الحديث معكم: كلنا دعاء. علينا أن ننفر جميعا، وعلينا أن نتحرك جميعا لنصرة هذا الدين، والفرصة سانحة، والوقت هو واجب الوقت هو أن نقوم بهذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه، ولا يمكن أن نحيط بهذا الدين من جميع جوانبه إلا إذا تكثفت الجهود. نحتاج إلى القراء، ونحتاج إلى الفقهاء، ونحتاج إلى العلماء، ونحتاج إلى المفسر، ونحتاج إلى المحدث، ونحتاج إلى المدرس، ونحتاج إلى الطبيب، ونحتاج إلى الكريم ابن الكريم، نحتاج إلى أهل البذل، ونحتاج إليكم جميعا عباد الله. فقوموا بهذا الدين إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والنتيجة يحببكم الله. وماذا بعد يحببكم الله؟ أما يكفيك أنك إذا أحبك الله، إذا أحبك الله وإذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو؟ إذا أحبك الله اسمع إلى حديث الحبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أختم به حديثي إليكم، وإن كان يعني أنا يعني في حزن لأني كنت أحب أن أستمر مع ذي الوجوه الطيبة المستمعة يعني المتلهفة، والله أنا يعني أترككم ويعني أتألم، لكن أرجو أن تسامحوني. اسمع لأختم حديثي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. الله، أنا عايزك بس تعيش معايا الدقائق دي. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل في عليائه، الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، لو حبك ينادي جبريل ويسميك باسمك: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. أنا عايزك تتخيل جبريل حيحبك. جبريل ده أمين الوحي، جبريل ده الروح القدس، جبريل ده قائد الملائكة، جبريل خارج تعليمات يعمل إيه؟ يدي تعليمات لكل من تحت رئاسته: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، الله أكبر، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيها الأخ الحبيب، لقد علمت الطريق إلى حب الله عز وجل، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن الأس الأعظم لاتباع رسول الله هو أن تحمل رايته، راية الإسلام، وأن تدافع عن هذا الدين، وأن تنصر هذا الدين بنشر هذا الدين. وكونوا جندا لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا. وهي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وهم ظاهرون بإذن الله.
وهم ظاهرون في آخر الزمان، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول لا إله إلا الله، فيقول الحجر والشجر إلى هذا الحد ينصر الله عز وجل عباده الموحدين عباده المؤمنين، ينطق لهم الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، سوف تتهاوى جميع الرايات، لا راية علمانية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا شيوعية ولا إلحادية ولا وطنية، سوف ينادى بهذين الشعارين وبهذين عندما يتمكنا من الأمة يأتي نصر الله عز وجل، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر للمسلم للمسلم يا مسلم يا عبد الله. هذا هو الشعار الإسلام والعبودية لله، فيما يأتي النص، فإياكم أن تتخلوا عن إسلامكم وإياكم أن تتخلوا عن عبوديتكم لله عز وجل، فهما أساس النص. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، وجزاكم الله خيرا على انتباهكم وإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة الطيبة، وأنت ترى في وجه النور والعين تلحظ في عين محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلتا عيناي على أشياء لولاها ما كنت أدريها. ونحن نستغل الفرصة ونطرح السؤال الأول على شيخنا الفاضل، يقول ما موقف الدعوة السلفية من مظاهرة غد يوم الجمعة؟ يعني الأسئلة دي تكررت كثيرا، وإحنا عايزين نتعود على حاجة اسمها اختلاف التنوع، لأن حياتنا فيها مشكلة واخدين على حاجة اسمها اختلاف التضاد. يعني إيه؟ يا إما معايا يا إما تبقى عليا، يا إما أبيض يا إما أسود. كنت بنخطب أيام الثورة فبنتكلم عن أن هذه الثورة وما فيها من بركات قبل التلاحي، كان في آخر يناير وكان ناس متلقلقة يخرجوا ولا ما يخرجوش. فبعد ما خلصت المحاضرة خطبة الجمعة نزلت، فواحد سألني سؤال الحقيقة كان محرج ليا شوية، قال لي يا عم الشيخ أنت قلت الكلام، بس أنا عايز أسألك سؤال واضح قدام الناس، ما تجاوبنا نخرج ولا ما نخرجش؟ قلت والله وقعت عم سعيد، زنقت. أنا حبيت أضحك معاه عشان أفهمه مبدأ، ما أنا أصل صعيدي، بس هي دي حاجة مشهورة بين الناس، أما يحب واحد يضحك مع صديقه الصعيدي بيسأله بيقول له بيقول لك إيه أنت مسلم ولا صعيدي؟ السؤال ده من الأول غلط والإجابة غلط، لأنه هو سألني سؤال يوحي بالتضاد، مع إن الأصل إن أنا ممكن أبقى مسلم هندي، ممكن أبقى مسلم صيني، مسلم عراقي، مسلم مصري، مسلم صعيدي، مسلم فلاح، مفيش تناقض، فاداني إيحاء بالتناقض فوقعني في الغلط. فلما جيت أجاوب جاوبت غلط. لو أنا دماغي بقى كده أنا راجل صعيدي صعيدي لما تعمل فيها إيه؟ هقول لك ده أنا صعيدي وأبويا صعيدي، مش كانش عاجبك. وواحد تاني يمكن بيفهم شو أقول له ده أنا مسلم. يا عم ما تجاوب الإجابة الصح، أنا مسلم صعيدي. أو أنا صعيدي إيه؟ مسلم، مش دي الإجابة الصح؟ هي دي المشكلة، اتربينا على اختلاف التضاد، ما اتربيناش على اختلاف التنوع. ايه المشكلة؟ لما انت تجتهد وتشوف في أئمة ومشايخ على رأسنا من فوق
وقالوا هذا واجب الوقت، أن نقف وجه هذا الطاغوت وأن نقول له قف وأن نقول له ارحل، وأننا لنا مثل وقدوة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فإيه فقتل. يا عم روح حتى لو تقتل قتل في سبيل الله، وما في الحديد ده ما اسموش خروج عن الحاكم، لأن انت مش طالع عليه بالسلاح، انت بتقول كلمة حق. وعلماء قالوا كده، وفي ناس قالوا نمشي ورا العلماء دول امشي، في علماء تانية قالوا يا اخوانا الوضع مش واضح، في مشاكل، في فتن، في اختلاط رجال بنساء، في احتمال يستغلوا الموقف الامريكان اللي اليهود ممكن يعملوا ضربة استباقية، ممكن تنتشر الفتن في البلد، ممكن لا نؤتمن اعراضنا بيوتنا، فحس الناس حاسة ده قال ايه. انا والله خدت الجانب ده، انت صح وهو صح، بس المهم ازاي نوزع الادوار، ازاي نقوم بدور عملي. يا عم هتخرج ومقتنع بالخروج اخرج، وغيرك يقعد يغطي مكانك ويشتغل ويأمن ويحرسك ويقف بالمرصاد لأي حد عايز يبطل أي تحرك إيجابي. لكن الأهم من ده وده سؤال لكل مسلم، ولكل مسلم مصري وطني غيور، كل واحد فينا يقول من 25 يناير ل 25/6 دول كم شهر؟ كم شهر؟ 150 يوم. كل واحد يعمل كشف حساب لنفسه، أنا عملت إيه في 150 يوم دول لله؟ عملت إيه لبلدي في 150 يوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أحب إلى الله عز وجل؟ قيل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم. خلي بالك من كلام سيدنا النبي، مين فينا عمل حاجة وأصبح من أحب الناس إلى الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي، خلي بالك من أمشي دي، في حاجة يا أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. سيدنا النبي كان بيقول الكلام ده فين؟ في المدينة. يعني إنك تمشي في حاجة أخيك المسلم أحب إلى النبي إنك تعتكف في مسجد الرسول شهرا. مين فينا فكر في هذه المعاني وفكر يقضي حاجة مسلم؟ أسهل حاجة إنك تروح وتعمل بطل وتروح الميدان وتكمل مليون واتنين مليون وعشرة مليون. لكن مين منا شخص منتج؟ مين منا أعطى شيء لله؟ أنا بمشي في الشوارع وبسأل من كل مية، بسأل أركان الإسلام ما هي؟ من كل مية ما يجاوبنيش 30، ما فيش 30 بيقول لي أركان الإسلام إيه؟ جرب أنت وامشي في الفلاحين وامشي في الشوارع وروح عند موقف العربيات، روح عند موقف العربيات وامسك ورقة وقلم واحصي 100 واحد قول له بعد اذنك بس عندي سؤال عايزين نستفيد من بعض، ايه هي اركان الاسلام؟ جرب لو في 30 من 100 جاوبوك يبقى لك حق. جاوب اسال السؤال الثاني، ايه اركان الايمان؟ من كل 100 ما بيجاوبش 20. ناس كتير ما تعرفش اركان الايمان، وتساله اركان الايمان كام؟ يقول لك يا عم الشيخ ما هي اركان الاسلام؟ هم 5. تقول له يعني اركان الايمان 5؟ يقول لك اه. واحد ثاني يقول لك اركان 7، مع ان ده الدين اللي الرسول قال عليه هذا جبريل اتاكم وعلمكم دينكم. بدل ما تروح التحرير وتعمل مليون هناك، اعمل مليون مسلم يعرف الاسلام. هذا جبريل اتاكم، مع ان احنا قاعدين بنتكلم في حكاوي اسمها حكاوي قهاوي، احنا عايزين نطلع بالامه دي، عايزين نطلعها من الجهل، عايزين نطلعها من الفقر. احنا كان مليون 80 مليون لو ناس قامت وقال كل واحد طلع 10 جنيه ده مؤاخذه لو اشحب، وهنعمل حاجه بال 800 مليون دول، اي حاجه، 10 مصانع، 100 مدرسه، عايزين نشتغل. اسهل حاجه الكلام، واسهل حاجه الهيصه، واسهل حاجه التطهير في مقابل التطهير، والثوره في ضد الثوره. انت عملت ايه في ايه؟ ايه الاضافه اللي انت عملتها؟
لنفسك أو لدينك أو لأولادك حتى أو لوطنك. يا إخوانا الكلام كتير، لكن من هذا الذي يقوم بعمل وتكون من أحب الناس إلى الله تعالى وتبذل جهدا عمليا إضافيا يؤدي إلى نهوض هذه الأمة؟ هذه الرسالة التي أود أن أوجهها للناس، أن يشغلوا أنفسهم بالعمل لا بالهتافات ولا بالصيحات ولا بالسفر رايح وجاي. هتسافر وتدفع قد إيه عشان تروح؟ لو إحنا المليون دول كل واحد صرف له بس 40 جنيه رايح جاي بالأكل، هاتوا 40 جنيه دول ب 40 مليون، شوفوا هتحل كم واحد عنده فشل كلوي، شوف هتبني بيه كم مدرسة، شوف هتعمل بيه كم مستشفى. البلد تحتاج إلى عمل. لست أقصد بذلك إن أنا أعارض هذا أو ذاك، ولكنه لقد يعني وصل السيل الزبا، والكلام كتر والحكايات زادت، والناس اللي رايحة رايحة خوفا من يقولك أصل الجماعة دول ما راحوش يبقى ضد الثورة. بقت مصيبة إن أنت خايف من الناس ومش خايف من رب الناس، وإنك بتعمل للناس مش بتعمل لرب الناس. مش هي دي القضية ولا هو ده الدين؟ واللي يروح جزا الله خيرا واللي ما يروحش جزا الله خيرا. مش عايزين نعمل قضية من غير قضية في الأصل. الموضوع من أول آخره ما هوش دي قضيتنا. قضيتنا أكبر من كده. قضيتنا إزاي ترجع البلد لاستقرارها، إزاي ما يبقاش فيها بلطجة، إزاي أمن البلد يستقر، إزاي الناس تصفو، وإزاي الناس تنتج، وإزاي الناس ترتقي، وإزاي الناس أخلاقها تعلى. إحنا يا أخوانا ورانا شغل كتير. الشاطر اللي يضيف مش اللي قاعد ساكت لا ليه ولا عليه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته. جزاكم الله خيرا.